بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظة سريعة وهم: الريجة. إيه هي الريجة؟ تعريفها إيه؟ وليه بنعملها؟ الريجة هي سور الخشب المحيط بالقواعد والأعمدة، سور من الخشب محيط بالقواعد والأعمدة. الريجة بيتم تثبيت مسامير عليها. المسامير دي يتم وضعها بأبعاد معينة منسبة إلى النقاط المساحية. المسامير دي يتم تثبيت وشد الخيط بها، بجيب خيط المحاور وأثبته في المسمار وأشد الخيط علشان يمثل لي المحاور اللي موجودة في اللوحة، تبقى عبارة عن خيط مشدود في الموقع. الخيط ده بقيس منه مقاسات بستنتجها من اللوحة عشان أقدر أعرف مكان القاعدة العادية والقاعدة المسلحة والأعمدة عن طريق المحاور الأفقية والرأسية. يبقى تاني، الريجة عبارة عن سور خشب محيط بالقواعد العادية والمسلحة والأعمدة. السور ده بثبت على ظهره مسامير. المسامير دي بتتحط بأبعاد، الأبعاد دي بتتحط نسبة إلى النقاط المساحية اللي بيوقعها لي المساح في الموقع. المسمار ده بعد ما بحطه بشد عليه خيط، الخيط ده بيمثل لي في الموقع المحاور اللي موجودة في اللوحة. المحاور اللي موجودة في اللوحة دي عليها أبعاد، اللي هو بعد جنب القاعدة من المحور أو بعد جنب العمود من المحور. يعني مثلا العمود ممكن يبعد من المحور 6 سنتي، يبقى أنا عرفت إن العمود يبعد من المحور 6 سنتي. القاعدة المسلحة الرفرفة بتاعتها من وش العمود 60 سنتي، أضيف عليهم 6 سنتي يبقى 66 سنتي، وهكذا. المقصد إن في معلومات أبعاد بستنتجها من اللوحة، بقيس البعد ده من جنب القاعدة أو من جنب العمود لوش المحور، أعرف عن طريقه مكان العمود ومكان القواعد المسلحة ومكان القواعد العادية عن طريق الريجة. يبقى الريجة مثبت عليها خيط، الخيط ده هو المحاور اللي موجودة في اللوحات التصميمية عشان تساعدني في توقيع العناصر الإنشائية في الموقع. شكرا، أسألكم الدعاء.